تحكي لنا على المرحوم عباس عباس قبل في التران كيف كان وانت اخوه قريب في بالنسبه لعباس عباس في التران كان شديد جدا شديد يعني حريص على النتيجه قبل كل شيء مهما كانت المقابله وما سواء كانت مقابله وديه والا مقابله رسميه ما انسان ما ينجمش ما يطيقش الخساره انسان يلعب بجد وعدى مع الجريده الرياضيه بتوزر عدى سنوات طيبه جدا وعمل معناها ماضي سمح ماضي جيد في بالنسبه لتوزر ماضي طيب وبالنسبه للنادي الصفاقسي جاء للنادي الصفاقسي عام 79 ولعب مع برشا وجوه معروفه جدا على المستوى الكسوه القومي والا الجهوي لعب مع احمد العقربي لعب مع مختار ذويب مع الياس بن صالح المرحوم الله يرحمه وخلى ماضي سمح وخلى الناس تحبها بالنسبه للصفاقسي هنا خلى محبه العباد اكثر من كل شيء.